بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ونشرة أخبار جديدة تأتيكم من قناة النادي الأهلي. عندنا أخبار كتيرة جدا ومهمة جدا، ولكن نبدأ مع أول أخبارنا. نادي الأهلي بينعي والدة الكابتن محرم الراغب المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي. النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب بينعوا طبعا وفاة والدة الكابتن محرم الراغب. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويهدي كل الأسرة الصبر والسلوان. وطبعا كان في بيان أن تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأدخلها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده كان حاجة مهمة جدا. نادي الأهلي دائما وأبدا في هذه المواقف سباق بالنعيم. نروح لتمرين النادي الأهلي اللي ابتدى يخش في مرحلة فترة الإعداد. كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان والجهاز الفني للنادي الأهلي اللي ابتدوا يخشوا في مرحلة فترة الإعداد. الكابتن محمد يوسف كان قرار صائب من لجنة الكورة تعيينه في هذا المنصب لأنه عنده خبرات كبيرة جدا في الناحية التدريبية، وقاد الفريق قبل كده في دوري أبطال أفريقيا وكان حصل عليها، وأيضا يعني كان له فترة من الفترات أيضا في كمدرب عام، فعنده خبرة ودراية بأغلبية النجوم، وفي نفس الوقت في بداية هذا الأمر حتى يأتي المدير الفني الأجنبي. النهاردة جه جونيور أجاييه لأن في اجتماع الآن للجنة الكرة في النادي الأهلي، وأبرز الحاجات اللي في دماغ أو اللي ممكن تصدر عن لجنة الكرة في النادي الأهلي هم ثلاث حاجات. أول حاجة ان اغلبيه اللعيبه النجوم المعارين اللي زي مؤمن زكريا اللي حضراتكم شايفينه يظهر حسام عاشور في الكادر هيبقى باقي، وفي نيه او اتجاه لعدم اعارته مره تانية. مؤمن من اللعيبه المهمه جدا جدا جدا، ومن اذكى اللعيبه اللي موجوده في الكره المصريه، لانه من اللعيبه القليله اللي بيعرف يجري ورا الديفنس. دي مؤمن هو يظهر في الكادر مع وليد سليمان، وبيعرف يجيب اجوان، ومن اللعيبه الهدافين، وده من الاشياء المميزه جدا للكابتن محمد يوسف مع حسام عاشور والكابتن سمير عدلي. الحاجه الثانيه ان الثلاثي الاجنبي اللي من ضمنهم جونيور اجاييه، وليد ازارو، ومعلول هيكونوا اتجاه ايضا كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ادي محمد هاني برضو من اللعيبه الجمال بيظهر في الكادر، هيكونوا في نية اتجاه ليه ان هم يكونوا باقيين مع النادي الاهلي في الموسم المقبل. والكلام اللي ما بين الكابتن محمد يوسف وما بين مؤمن بيدي لك انطباعات كتيرة جدا. دايما المدير الفني الصح اللي بيشرح للعيب مهما كان حجمه، سواء لعيب صغير او لعيب كبير، يشرح له الخطة رايحة فين. يبقى دايما اللعيب عنده دراية ماذا سيحدث في المرحلة القادمة، احنا هنشتغل ازاي. دايما اللعيب ما بيبقاش بيحبه، خاصة لما بيوصل لمرحلة نجومية عالية، ما تفاجئوش، اديله الشغل بتاعك، شغلك رايح فين، انت هتعمل ايه الفترة دي، انا محتاج منك الشغل الفلاني الفترة دي، احنا هنعمل كذا، بحيث ان هو يبقى نازل فاهم ودارس وعارف ايه المتطلبات اللي موجودة. وده من الحاجات اللي موجودة اهو ما بين حوار الكابتن محمد يوسف وما بين الكابتن طبعا مؤمن زكريا، انه بيشرح له احنا هنشتغل ازاي، وانك الفتره اللي جايه ديت هتكون موجود معانا، احنا محتاجينك. كل هذا الامر مهم جدا ان اللاعب يحس ويعرف شغله ماشي ازاي. وادي فقره من تدريبات النادي الاهلي وبدايه التسخين والاحماء بالكره، وده من الحاجات اللي في التقدم الكبير لكره القدم، انك دايما كل حاجه التسخين بيبقى بالكره. كنت بقول لحضراتكم ان الثلاثي وليد ازارو جونيور اجاييه اللي ابتدى ينتظم في تمرين اليوم مع النادي الاهلي في بدايه فتره الاعداد، ايضا وليد ازارو الهداف الدوري والمهاجم المغربي اللي لم ينضم لمنتخب المغرب ايضا هيكون موجود، بالاضافه الى معلول اللي بيشارك مع منتخب تونس في اتجاه كتير كبير جدا داخل لجنه الكره ان هم يكونوا موجودين هذا الموسم، لان النادي الاهلي عنده بطولات كتير جدا مهمه، سواء دوري عام، سواء دوري ابطال افريقيا، سواء كاس مصر، سواء كاس سوبر. والنادي الاهلي دائما وابدا بيلعب على حصد هذه
البطولات فمحتاج كل نجوم. هشام محمد اللي بيستلم الكرة اهو وبيلعب في وسط الملعب ايضا في اتجاه داخل لجنه الكرة لبقائه وعدم رحيله، لان هشام كاي من اللاعبين لم يشارك كثيرا في الموسم الماضي، فكان يعني نيته ان هو عايز يلعب، وكان في كلام انه هل هيرحل هل هيبقى، ولكن في اتجاه ايضا داخل لجنه الكوره ببقاء هشام محمد في الموسم المقبل. كل ده من الامور اللي موجوده، واحنا لسه طبعا بنتابع مع حضراتكم قرارات لجنه الكوره اللي بتجتمع اليوم، ومن الممكن ان يكون فيها من هو اسم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اللي بيتم دراسته بمنتهى التقنيه، وحته التقنيه دي نحط تحتيها مليون خط، لان في ناس بالنسبه لها ان انا اجيب مدرب كاني بنزل اروح السوبر ماركت او اروح مول واخش المحل الفلاني واجيب الحاجه اللي انا عايزها بمنتهى السهوله. الكلام ده مش صح. النادي الاهلي مختلف فيه حاجات كتير جدا عن باقي الانديه، لان انت غير انك مطالب انك تلعب على الفوز في كل الماتشات، وده امر حتى المدربين الكبار، واحد زي مارتن يول، واحد درب اياكس امستردام، واحد درب تاترم في الدوري الانجليزي، بيقول لك النادي الاهلي صعب جدا انك تبقى المدير الفني لانك دائما مطالب بالفوز في جميع مبارياتك مهما كنت انت بتلعب في اي بطوله، وده امر صعب. الحاجه الثانيه ان انت لازم تادي اداء مقنع واداء ممتع، اداء هجومي. كل هذه الامور بتبقى في اذهان لجنه الكره عشان يتم انتقاء مدير فني. ده اللاعب احمد علاء المنتقل حديثا من فريق الداخليه للنادي الاهلي، واحد من الاضافات المهمه في مركز قلب الدفاع، ومن الحاجات اللي ان شاء الله يكون لها مستقبل جيد مع النادي الاهلي والقلعه، عشان النادي الاهلي عنده حاجات مهمه جدا في هذا الموسم، تحديات كبيره جدا، لان المدرب القادم وهياخد فرقه محققه ارقام قياسيه الموسم الماضي، هياخد فرقه دايما بتلعب على البطولات، فلازم يعمل هذا التوازن، والتوازن في كره القدم من اصعب الحاجات، لان مقوله ان اي حد يمسك النادي الاهلي ده امر غير صحيح. النادي الاهلي هو اكبر نادي في الوطن العربي واكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر، صعب جدا لازم يكون مدير فني على قد المستوى. النادي الاهلي بيكمل تدريباته زي ما حضراتكم شايفين، واستعداده للموسم الجديد. التدريبات انا عايز اقول لحضراتكم عشان تبقوا في الصوره ان الحمل بيبقى بالتدريج، لان اللعيبه جايه من فتره راحه، وفتره الراحه وفي فتره صيام، وفترة الصيام لما بيكون فيها قرص وانت عندك اصلا ارتباطات مهمة في شهر رمضان، فممكن يبقى عندك اصابات، فبيبقى برضو بياخد كابتن محمد يوسف وخبرته الكبيرة في كرة القدم. انا عايز اقول لحضراتكم ان كابتن محمد يوسف ما شاء الله واخد لايسنس من المانيا في التدريب ومن جامعة لايبسك، ودي من اهم الجامعات واقواها في المانيا وعلى مستوى العالم، فعنده درايات جميلة جدا، ومن المدربين اللي انت تحب تسمعهم وتشوف آرائهم وفلسفتهم في كرة القدم، لأن دايما بيطور من نفسه، وأي حد بيطور وبيتعلم ده انتظر منه الشغل القوي. نفس الشيء بالنسبة لكابتن سامي قمصان، واحد من نجوم النادي الأهلي اللي أيضا كان بيأدي أداء رائع مع فريق حرس الحدود، ووصل بيهم إن هم يصعدوا للدوري الممتاز، ودخل في الجهاز الفني مع النادي الأهلي. وكابتن سامي برضو من جميلة جدا في كرة القدم. بالنسبة لبعض من الناس يقول لك درامي بقاله كتير جدا غايب، التأني في موضوع الإصابات، وخاصة لما تبقى إصابات متكررة، بالذات إصابة رامي ربيعة تحتاج إلى التأني. صراحة برضو بحيي لجنة الكرة ومجلس إدارة النادي الأهلي إنه هيسمحوا له إن هو يسافر ألمانيا لمتابعة وضع حالته ووضع إصابته في ألمانيا مع الطبيب المعالج هناك، عشان يكون واخد راحته واخد أسلوبه، زي ما حصل مع مروان محسن بالظبط. مروان خد 9 شهور يمكن أكتر في موضوع الرباط الصليبي، وكان في ناس تقول لك ده رمضان ده مروان عفوا إصابته مزمنة، وإن الموضوع أصبح فيه مشكلة، وفي كمان بقى، وإحنا بنحب نفتي كتير،
لان ولا حد فينا دارس ولا حد فينا حتى استشار الطبيب المعالج ولا فهم اي حاجه عن الموضوع، وهو بيتكلم وخلاص، او حد لعب له سنتين كوره او ثلاث سنين او مهما كان لعب في الكوره، فبيفتكر نفسه ان هو فاكر كل حاجه في كره القدم من غير ما بيسال ومن غير ما بيستشير، فيبتدي يفتكر نفسه دكتور ويقول كلام زي ما هو عايز، والكلام ده كله طلع غلط وكلام الطبيب الالماني هو اللي صح. وبسم الله ما شاء الله حضراتكم شايفين ان مروان محسن دلوقتي مع منتخب مصر. نفس الشيء بالنسبه لرامي ربيعه، واخد وقته في التاهيل عشان ينزل يكون جاهز، خاصه ان موضوع اصابته كان الى حد ما في تسرع في عودته، فكان بيحاول ان هو ينزل على طول ولكن واخد وقته. واحنا برضو عشان نعرف تفاصيل اكتر عن تمرين النادي الاهلي معانا زميلنا كريم احمد من مران النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم، كل سنه طيب. تحياتي ليك يا زميلي محمد، كل سنه طيب، وتحياتي ليك وتحياتي كل الساده المشاهدين. عايز اعرف منك اخبار تدريبات النادي الاهلي واستعداداته مع الكابتن محمد يوسف. استعدادات اكيد مرتبه بالنسبه للنادي الاهلي باستعداد الكابتن محمد يوسف. كالعاده النادي الاهلي بيستلم تدريباته على ملعب مختار السيتش ضمن استعدادات الموسم الجديد، وايضا كمان المباراه القادمه، المباراه الافريقيه، مباراه تاون شيب، اللي بيتمنى كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي في هذه المباراه. النهارده يمكن باكد على كلامك، الحمل التدريبي للكابتن محمد يوسف كان وضع برنامج مميز جدا في ظل طبعا فتره الغياب اللي فاتت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ما كانش في بقى تدريبات بشكل دائم وبشكل مستمر. من خلال متابعتنا خلال التدريبات الماضيه الايام الماضيه للكابتن محمد يوسف بيحاول ان هو يعمل بعض الفترات لرفع معدلات اللياقه البدنيه، لكن في اضيق الحدود، ما بتاخدش وقت كبير، بنشوف 25 دقيقه 20 دقيقه فيها بعض الجري، بعض الاستفزاز، بعض الحواجز بالنسبه ليه اللي قاعدين. واللعيبه يمكن زي ما بنقول لعيبه مركزه، اللعيبه باين جدا ان هم عايزين يعملوا موسم مميز، موسم جيد جدا فيه جديه في تدريبات. يمكن بنشوف التقسيمه حتى يمكن رغم قله العدد، عدم مشاركه لعيب المنتخب الوطني، لكن بنشوف كل اللعيبه اللي متواجده في جديه، في حماس وفي تركيز كبير جدا، وده اللي اكيد منتظرينه من النادي الاهلي ومن كل لعيبه النادي الاهلي. اكد كمان على رامي ربيعه بجانب باسم علي بيأدوا ايضا كمان تدريبات التاهيليه، طبعا ان شاء الله يكتمل شفائهم خلال الفتره القادمه، لكن مش متواجدين في الملعب. طب هم ادوا في الجيم كريم، سامعني، هم ادوا في الجيم، في صاله الجيم بعض التدريبات بالظبط، لسه اطلعت بعض في الجيم في بعض التدريبات اللي بيأديها رامي و باسم علي. وفي اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يمكن لسه شايفين باسم علي بيطلع من غرف طالع ملابس، طبعا طالع ملابس طبعا حد نجوم فريق النادي النادي الاهلي النهارده شايفينه في المران، لكن مش بيشارك في التدريبات. كريم، عايز اسالك عن يعني انطباعك كده من دخول جونيور لتمريرات النادي الاهلي، وجونيور انت عارف لعيب كان مرشح انه يكون في كاس عالم ولم يتم استدعائه، فاكيد هل دي مأثره عليه شكله يعني تعامله مع الزمايل؟ عايزين طبعا نعرف كل هذه الانطباعات والجمهور مستني. اكيد طبعا زميلي محمد بيبقى ليها تاثير كبير، حلم لكل لعيب سواء في اي منتخب يكون متواجد، اكيد مؤثر على جونيور اجاي، لان جونيور كان ليه تاثير كبير جدا مع النادي الاهلي زي ما انتم عارفين ومتابعنا الموسم الماضي، كان ليه تاثير كبير، كان ظاهر بشكل مميز، كنا عندنا كمان يمكن امل ان احنا نشوفه في منتخب نيجيريا، لان الاداء اللي كان بيأديه جونيور والتركيز اللي كان مركزه كان عنده فصل تام ان هو يركز فقط مع النادي الاهلي، ودي حقيقه حاجه تحسب لجونيور اجاي، اكيد باين طبعا على وشه ان هو كان بيتمنى ان هو يبقى موجود. كمان الاصابه اللي كان اللي عن جونيور اجاي العضله الخلفيه سوء توفيق شويه او بدلك بيقابله، لكن يمكن جونيور من اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي عندهم فكر كبير، عنده نضج كروي كبير كمان، فاكيد خلاص عنده الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي هيحاول ان هو يطلع من الاصابه، يستمر في التدريبات التاهيل الموضوع عليه ان هو يطلع من الاصابه. لكن بقول لك النهارده يمكن مع كابتن طارق عبد العزيز في التاهيل جونيور جاي متواجد، هيتعمل له تيست طبي قبل ما ينزل على ملعب السيتش، لكن اكيد مش هيشارك في التدريبات الجماعيه، لسه عنده بعض الايام للجري وبعض الجلسات الالتراسونيك على العضله الخلفيه، لكن يعني هو في مراحل متقدمه ان احنا شايفين الجري، يمكن الجري 50% 60%، انت عارف لما بيبقى في مزق في الخلفيه او شد تدريجيا جريا جري من 20% حتى ان هو يصل ل 80%، لكن شايفين الجري بتاعت ابيه فيها مبشر وفيها ايجابيه ان الفتره اللي جايه يكون متواجد في اقرب وقت ان شاء الله مع النادي الاهلي، بجانب زي ما بقول لك باسم علي اللي متواجد ايضا بيشارك في بعض التدريبات التاهيليه. طيب كريم، عايز اسالك عن كمان في التدريب عمرو السوليه، عمرو السوليه، عمرو السوليه موجود. اتفضل يا زميلي محمد. عايز اسالك عن انتظام مؤمن زكريا وايضا احمد الشيخ بالنسبه لناصر ماهر، لعيبه كانت معاره ورجعت مره ثانيه، فناخدهم بالتسلسل. مؤمن زكريا احنا شايفين هو احمد الشيخ الامور عاديه جدا وسلسه، وفي حتى يعني بسمه على وجوههم هم في التمرين.
بالظبط، باكد على الكلام زميلي محمد مؤمن واحمد الشيخ، يمكن عندهم اصرار كبير وقفلوا خلاص الصفحه بتاعت طويل الاحتراف وعود الاحتراف حيث ما يكون فقط في النادي الاهلي ومع النادي الاهلي في المشوار الافريقي وايضا في الموسم الجديد. دي طبعا انت عارف حلم ان اي لعيب يكون متواجد في النادي الاهلي سواء اعاره سواء يكون جاي وافد جديد على النادي الاهلي. مؤمن زكريا مش جديد على النادي الاهلي، احمد مش جديد على النادي الاهلي، عندهم تركيز وعندهم عزيمه ان شاء الله ان هم متواجدين وباين في تدريبات. مفيش يمكن دي مفيش اكيد بيبقى في بعض الامور اللعيبه بتبقى عايز تحترف وتبقى عايز تطلع وكده، لكن خلاص مجرد ان هم دخلوا النادي الاهلي ولبسوا تيشيرت النادي الاهلي خلاص كل الجهد وكل العرق ان شاء الله يكون للنادي الاهلي. لكن باكد لك ان مؤمن واحمد الشيخ وناصر ماهر عندهم تركيز كبير في التدريبات. هل ناصر اتمرن مع الفرقه ولا اتمرن منفرد؟ عفوا زميلي محمد، هل اتمرن مع الفريق عادي ولا اتمرن بشكل منفرد ناصر ماهر؟ ناصر ماهر بيجري بشكل منفرد، يمكن قضى كمان تدريب الامس بشكل منفرد. ناصر عنده بعض الاجهاد واشتكى منه مع الكابتن محمد يوسف، زي ما بقول لك ناصر وأضاييه وباسم علي ورامي ربيعه كانوا هم الرباعي اللي بيجروا حوالين الملعب في بعض التدريبات التاليه، شايفينهم مش لابسين الترزات لابسين جزم فلات، فاكيد طبعا مش هيديهم اي مشاركه في التدريبات. كابتن محمد يوسف في هذه اللحظات بيعمل بعض الفقرات البدنيه مع الكره، يمكن بيحاول ان هو يدخل الكره مع بعض التدريبات البدنيه عن طريق الزجزاج وعن طريق الجري سبرنت بالكره في بعض الحمى. بقول لك فقرات تدريبيه متنوعه مع كابتن محمد يوسف، الصعود بالحمل التدريبي واحده واحده ان شاء الله، لسه كمان بعد العيد هيكون في تركيز كبير ان شاء الله مع النادي الاهلي في معسكره الخارجي اللي بنتمنى يكون في استفاده كبيره جدا من كل اللاعبين وايضا من امريكا. كريم، عايز اسالك عن اللاعب طبعا المنضم حديثا احمد علاء، وايضا انا شايف قدامي ان في بعض من اللعيبه الشباب استعان بيهم الكابتن محمد يوسف في تمرين النادي الاهلي. بالفعل احمد علاء متواجد في التدريبات، يمكن زي ما بقول لك النقص العددي اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي، كان في استعانه مع كابتن فتحي مبروك، كابتن محمد يوسف، كابتن فتحي طبعا رئيس قطاع الناشئين، مع كابتن محمد يوسف بالترشيح لبعض الاسماء اللي هي تكون متواجده لسد الفراغ. طبعا العدد قليل بيبقى بيأثر شويه على التقسيمه، بيأثر شويه على بعض التدريبات، لكن بقول لك اللعيبه مركزه، اللعيبه كمان الصعد المتواجده لعيبه طبعا مميزه جدا، وزي ما باكد كمان الامور كلها ماشيه بشكل طيب مع النادي الاهلي، مع لعيبه النادي الاهلي، الكل مركز. زميلي محمد زي ما بنقول الفتره القادمه فتره مهمه جدا للنادي الاهلي خلال مشواره في البطوله الافريقيه وايضا كمان انطلاق للموسم الجديد. هل في كلام كريم عن موضوع كاس العالم ومنتخب مصر ومثلا اصابه؟ هل سمعت من اللعيبه بعض من هذه الحوارات؟ اكيد لا يعلو يعني صوت الا صوت كاس العالم الان بالفعل طبعا، يمكن كاس العالم كلنا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، المباريات يمكن مباريات قويه زي ما احنا عارفين، كل الحديث هنا بالنسبه للعيبه، بالنسبه للجهاز الفني، اعضاء النادي الاهلي، الكل يمكن الحديث كله عن كاس العالم، مباراتنا الاولى، الاداء هيبقى عامل ازاي، ازاي هنقدر نتعامل مع المباريات، الناس بتتابع بشكل كبير واللعيبه طبعا متابعه وصول المنتخب. دلوقتي في هذه الايام هو منتخبنا الوطني، ومن خلالك اكيد زي ما بنقول ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا يؤدي اداء مميز في سعاده منتخبنا الوطني. زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من داخل تمرين النادي الاهلي في التتش، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الصراحه.